مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ أنا كتير نشيطة وكتير محمسة إنه نبدأ حلقة جديدة من برنامجكن المفضل مدرستي. معكن أنا الأنسة بترا، وأنا معلمتكن للغة العربية. أصدقائي، أنا معي أشكال بإيدي نحن سبق وشفناهن بالحلقات السابقة. خلينا نرجع نشوف الأشكال. عنا خط عمودي، خط عمودي نرسمه بالطول. عندي خط مائل، مائل من جهة واحدة، يعني إذا كان عمودي نزيحه شوي بصير مائل. عنا مربع، مربع حملته بالقلب. خلينا نرجع نشوف المربع. مربع منلاقي جهاته متساوية، أربع جهات متساوية، يعني ذات القياس بيكون عنا إياها. عنا مستطيل، مستطيل عنا جهتين اللي عم دلكن عليهم بيكونوا أطول من تاني جهتين، أي هالجهة مع هالجهة بتكون نفس الطول متساويتين لكن أكبر من هاتين الجهتين. عندي مثلث، مثلث عندي نجم، نجم مثل النجمة منشوفه بالسماء، ونحن دايما نرسم النجمة على هالشكل، إذن هذا نجم. وعندي خط أفقي، خط أفقي بضل رايح ما بعرف لوين، لكن إذا كان خط طويل ببرمه وبصير خط أفقي، يعني خط جالس. إذن هيدول الأشكال اللي شفناهن أصدقائي. بتمنى منكن تضلكن مركزين معي، تسمعوا للأغنية، تاخدوا شوي نشاط، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل يدي وهذا فرد، لا أرمي الزبالة على الأرض. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أسناني قوية، بيضاء نقية، أغسل أسناني وتصبح حديدية. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أغسل وجهي، شعري وعيني، أسمع صوت العصافير حولي، أمشط شعري بالفرشاة وأحب الحياة. أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف، أنا نظيف، أنا نظيف، فتى مهذب، فتى لطيف. بفقرتنا هلأ أصدقائي عندي إلكن محفوظة، محفوظة فيها كلمات فينا نقلها استظهار كمان، والكلمات فيها أحرف بدنا نعمل قراءة ومراجعة للأحرف. وأكثر حرف ممكن نراجعه هو حرف الواو اللي درسناه بآخر حصتين. خلينا نقرأ المحفوظة، ركزوا معي أصدقائي واحفظوها معي. عو عو صاح الواوي، عو عو صاح الواوي، هو هو نبح الكلب، هو هو نبح الكلب، مياو مياو
ماءت القطة. مياو مياو ماءت القطة. ضو ضو ضاءت اللمبة في الإسطبل. ضو ضو ضاءت اللمبة في الإسطبل. اللمبة أصدقائي هي منعلقة بالحيط بتعطينا نور. في الإسطبل، الإسطبل مكان اللي منودع فيه الحيوانات وخصوص الأحصنة. خليني أرجع أقراها معكم مرة تانية ونشوف حرف الواو بأي شكل عنا إياه وبأي صوت أهم شيء عنا إياه. عو 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 عو. واو 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 حرف متصل، اتصل بالحرف اللي قبله، إذا عطى إيده. صاح الواوي. واوي وا واو مع ألف صوت طويل. وا وي واو مع ياء صوت أيضا طويل. وي إذن واو حرف منفرد وواو حرف متصل. هو 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 الواو حرف متصل. نبح الكلب. مياو مياو مياو. واو واو أيضا حرف متصل. ماءت القطة. مياو مياو ماءت القطة. عم برجع راجع وأقرأ كذا مرة أصدقائي الجملة كرمال تحفظوا المحفوظة بشكل جيد. ضو ضو واو واو حرف متصل. واو على هالشكل من إلا وه، بس يكون عليها سكون من إلا وه. ضاءت اللمبة في الإسطبل. إذن أصدقائي عم نرجع نشوف أشكال حرف الواو. واو حرف منفرد. واو حرف متصل. إذن أصدقائي هيدا كان تمريننا بمحفوظتنا. نرجع نشوف أشكال الواو، شكل واو حرف منفرد وشكل الواو حرف متصل. رجعنا تذكرنا الأصوات الطويلة والقصيرة، القصيرة و و وي، والأصوات الطويلة و و وي. خليكن معي دايما مركزين أصدقائي، الورقة والقلم دايما قدامكن، وأنا بلاقيكن بالفقرة التالية. عو عو صاح الواوي. هو هو نبح الكلب. مياو مياو ماءت القطة. ضو ضو ضاءت اللمبة في الإسطبل. استمعتوا للمحفوظة أصدقائي؟ حفظتوها بشكل جيد؟ عندي تمرين هلأ لقلكن. تمريننا بيقول تحليل الكلمات إلى أحرف. أحلل الكلمات إلى أحرف. عندي صور والصور عندها كلمات. شايفين نحن كمان أشكال من قبل بالحلقات السابقة. أنا بدي أرجع أذكركن فيهن ونرجع نتذكر كيف منكتبون. عندي أول حيوان قلتلكن أصدقائي منلاقيه على المي بفوش على وجه المياه. شو اسمه؟ إوزة. إذن أنا ما رح أكتب كلمة إوزة بشكل مكتمل، رح حللها، رح أقطعها. إي عم بسمع إي
بكتب إي إيوة إيوة واو إيوة ز ز إيوز ز. حرف التاء ما لفظته لأنه ما ضروري بكل الكلمات أرفض حرف التاء. إذن إيوز ما لفظت حرف التاء، لكن علي أن أكتب حرف التاء. تاني صورة، نحن عملنا أشكال وشكل لهالصورة لهالحيوان الموجود. مين هو؟ صح أصدقائي، دودة. إذن ده دو ده عم بسمع دال ده و دو ده ده تاء. أيضا ما لفظت حرف التاء لكن علي أن أكتبه دو ده ده واو ده دو ده إي وز. الصورة اللي عنا يا هون الصورة الثالثة. إذن وردة كتير هينة أصدقائي. و و ر ر د ور د. هنسمع أصدقائي د بالآخر الكلمة، لكن ما منوضع الدال فوق فتحة د. خطأ، منحط تاء مربوطة. الوردة مؤنث، دايما منقول المؤنث بياخد تاء في آخر الكلمة. إذن ور د. الصورة الرابعة، إنا عنا جبل، عنا شجر، وعنا بحر، لكن أي قسم من الصورة بيتضمن حرف الواو اللي ما ذكرناه حاليا؟ صح، وادي. الوادي و قلنا واو مع ألف و دي دال ده إي وادي. عنا الحيوان اللي قلنا بيفتح ريشه الملون بس يكون كتير فرحان ومبسوط، شو اسمه؟ أنا عرفت اسمه، أنتو عرفتوا اسمه؟ طاووس. إنه طاووس. ما تفكروها صعبة أصدقائي، عم نحللها. طاء مع ألف، طا واو مع واو صوت طويل، و طا و س حرف السين. آخر صورة عنا إياها تلاميذ، عنا تلاميذ، عنا معلمة، وعنا كتاب. إنما المعلمة تقرأ القصص للتلاميذ، بس حدا يقرأ القصة شو منقول له؟ أنا قريت لكم قصة وقريت لكم محفوظة، إذن أنا راوية. راوي للصبي، راوية للبنت. إذن ر آ و هي راوي. راوية ر أ را وي وي هي. إذن عن الكلمة المؤنث نضع دائما تاء في آخر الكلمة.
خلينا نقراهم بشكل سريع أصدقائي. عنا إي وز دو د ور د و و دي دي ط ألف ط وس ر ألف را وي و را وي يا را وي يا. هيك أصدقائي بكون خلص تمريننا. ضلكن معي مركزين وأنا بلاقيكن بالفقرة الأخيرة. صاح الديك. نبح الكلب. زأر الأسد. ماءت القطة. زقزق العصفور. أصدقائي أنا بحاجة لإلكن لدينيكن لعائلكن تفتحوا ذهنكن تركزوا علي بشكل جيد. تمريننا الأخير بيقول إملاء. كتير منكن ما بيحب الإملاء وما بيحب الكلمات وبيخاف إنه يغلط، لكن معي أنا رح ساعدكن وأنا رح أعلمكن الكلمات بشكل مبسط أو بشكل أهين. عندي لإلكن ثلاث كلمات. أول كلمة هي داسة. داسة عم نسمع دا، إذن صوت طويل داسة، صوت قصير. خلينا نكتبها على اللوح. مثل ما بنسمع نكتب دا دا دال مع ألف دا س دا س. تاني كلمة عندي ديك. ديك إذن دي صوت طويل دي كاف ك صوت قصير دي دي ك. عم بتدونون أصدقائي على الدفتر؟ كتير هينين لهلأ، عم ساعدكن كتير أنا. إذن دا س ديك. آخر كلمة عنا إياها هي دو دو. رح أعطيكن وقت أصدقائي وألفظها بشكل جيد. دو دو كتبتوها؟ خلينا نكتبها سوا. دو دو صوت طويل دو دو دو. ثلاث كلمات كانوا كتير هينين أصدقائي. بدكن دايما بالإملاء تركزوا على السمع، تميزوا بين الأصوات القصيرة والأصوات الطويلة مثل دا س دي ك دو دو. وهيك أصدقائي بتكون خلصت حلقتنا لليوم. رح أرجع أذكركن شو رجعنا وشو عملنا اليوم.
شفنا كلمات قسمناها، شفنا الخط الطويل الأفقي العمودي الأشكال، وآخر شي عملنا إملاء. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وأنا بلاقيكم بحلقة مقبلة. إلى اللقاء. فصول السنة أربعة أربعة، فصل الخريف أولا، فصل الشتاء ثانيا، فصل الربيع ثالثا، ورابعا فصل الصيف. في فصل الخريف تسقط أوراق الشجر، في فصل الشتاء يسقط المطر، في فصل الربيع تكثر الأزهار، وفي فصل الصيف يأتي المرح واللعب. فصل الخريف أولا، فصل الشتاء ثانيا، فصل الربيع ثالثا، ورابعا فصل الصيف، ورابعا فصل الصيف. How are you today؟ كيفكن أصدقاء اليوم؟ إن شاء الله تكونوا منيح. اليوم بدنا نتعلم شيء كتير حلو عن ملك والملكة والأمير والأميرة. بتحبوا الملك؟ بتحضروا فلومي فيون عن الملك، عن الملكة، عن الأمير؟ اليوم رح نتعلم عنهم ورح نقرأ sentences جمال عنهم. بس قبل خلينا نسمع لأغنية كتير حلوة. Let's listen to a song. أنا برجع لكم. Red, yellow, pink and green, purple, orange, blue. I can sing a rainbow too. Red, yellow, pink and green, purple, orange, blue. I can sing a rainbow too. Red, yellow, purple, orange, blue. I can sing a rainbow too. Come and sing with me. Red, yellow, pink and green, purple, orange, blue. I can sing a rainbow too. هلا يا حلوين بدنا نقرا مع بعض. Open your eyes well. Open your ears well. And look at the board. شو عندي بأول صورة؟ عندي أمير. A prince. أمير. أما هون فعندي الملك. A king. A queen. ملكة. هون عندي أميرة. A princess. فإذا شو منسميهم؟ Prince. King. Queen. Princess. عنا الكينج and the queen، هن أم وربيهم للبرنس and the princess. خلونا نقرأ مع بعض شو مكتوب على اللوح. This is the king. هيدا الملك. This is the king. He is the father. هو الأب. He is the father. فإذن this is the king. أي واحد هو الملك؟ This is the king. He is the father. هو الأب. هو بيون للبرنس and the princess. أما هلأ she is the queen. هيدي الملكة. She is the queen. She is the mother. هي الأم. She is the mother.
هي الأم. This is the prince. وين the prince? This is the prince. This is the prince. He is their son. He is their son. هو ابنهم. ابن الملك والملكة. فإذا this is the prince. He is their son. وآخر شيء عنا the princess. This is the princess. This is the princess. She is their daughter. She is their daughter. هي بنت الملك والملكة. طلعوا منيح أصدقائي. أنا استخدمت هون this. تذكروا أخذناها من قبل؟ لما أكون أنا عم شير وعم دل على شيء قريب بقول this. أما إذا كنت عم دل على شيء بعيد شو بقول؟ بقول that. فإذا عندي this للقريب that للبعيد. واستخدمت verb to be. This is عندي هون الverb. The king. ليش استخدمت أنا the مش a king؟ قلت the مش a king لأنه عم حدد وعم عرف هذا هو الملك. عم حدد أي ملك. The king. This is the king. كيف لفظت أنا king؟ طلعوا عندي أول letter the letter K بلفظه ك. بعدين عندي E the letter I كي. N the letter N king. The letter وآخر letter بلفظه ك. فإذا king. King الملك. He is. هي لمين بتعود؟ بتعود للكينج. هو صبي ومفرد كرمال هيك استخدمت هي. He is the father. طلعوا هون عندي ف. The letter A بلفظها A. ف. شو تعلمنا قبل؟ لما يكون عندي T و H شو بلفظون؟ ذ. ذ. ف. ذر. إر. ف. ذر. فإذا this is the king. K-E-N-G. King. He is the father. Father. ننتقل على تاني جملة. She is the queen. كيف لفظت لها queen؟ عندي the letter Q وحدها في U. أخذنا من قبل لما يكونوا مع بعض نلفظهم كوه. 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 وإي. double E. queen. queen الملكة. she is the queen. she is the mother. mother الأم. ما th بلفظها ذ. mother. 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 father. mother. هلا عندي this is the prince. كيف بدي ألفظ prince؟ p r pr n s prince. الاي باخر الكلمه it's a silent e يعني ما بلفظها. pr n prince s. the letter c هون لفظها s. prince. he is their son. s a n son. 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 عندي هون there. مين بدو يذكرني؟ شو هي there؟ there تعلمناها قبل. my, your, his, her, our, your, their. يعني لهم. it's a possessive adjective. اخذناها من قبل. there بتدل على الكينج والكوين. لألون ابنون لألون. وهون عم توصف صن. لمين هذا الابن؟ ابن مين؟ It's their son. يعني للكينج للكوين. آخر جملة عندي. جربوا أصدقائي تقروا معي. This is verb to be the princess. كيف لفظتها؟ pr
بر إن س مثل برنس برن سس بزيد أس دلاتر إي أ س أس برن سس برنسس الأميرة This is the princess She is their possessive adjective Daughter Daughter إذا لاحظتوا هون أنا في عندي الـ A والـ U لفظت O والـ G والـ H ما لفظتهم ما كأنوا موجودين صاري daughter daughter لما يجوا مع بعض ما بلفظهم daughter ولما تيجي A و U مع بعض بلفظهم O daughter يعني بنتهم بنت مين؟ بنت الملك والملكة فإذا خلينا نقراها بعد مرة This is verb to be the king king He is the father 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 She is the queen queen She is the mother mother This is the prince, prince. He is their son. This is the princess, princess. She is their daughter, daughter. فإذن عندي prince, king, queen, princess. The princess and the prince The prince is the son of the king and the queen. The princess is the daughter, يعني ابنة the king and the queen. هلا بدي أسألكم بعض الأسئلة وجربوا تجاوبوني. Open your ears well, open your eyes. What do we call the son of the king? What do we call, يعني شو منسمي the son of the king, ابن الملك, شو منسميه? We call him The prince, منسميه prince. What do we call, شو منسمي, the daughter of the king, ابنة الملك. We call her the princess. What do we call the father of the prince, شو منسمي بيو للprince. We call him the king. What do we call the mother of the princess, شو منسمي إما للprincess. We call her The queen, the king, and the queen. They are the parents of the prince and the princess. حبيتون؟ هودي عائلة. They are a family. The prince, the king, the queen, the princess. نقلوا أصدقائي الجمال عندكن على الدفتر وجربوا تقرون وتتهجوا الكلمات يلي تدربنا عليها. أنا بشوفكن بالفقرة التالية. King Queen Prince Princess Peasant Shepherd هلا أصدقائي إجا الوقت حتى نكمل قصتنا خلونا نكمل القصة بتتذكروا معي كنا عم ناخد عن the lion الأسد the tiger النمر and the dog كانوا عم يعملوا سبق تيشوفوا مين في حط أكتر شيء أبلز تفاح على راسه The title of the book عنوان قصتنا 10 apples up on top وصلنا لهون كان عنا lion and the dog صار عندهم كمان 7 قالوا له للتايجر But see we are as good as you Look now we have
72. اليوم هلأ كمان نحن صار عنا 7. نحن شاطرين قدك. And now see here. طلع هون. 8 on top. قدي صار عندهم؟ 8 apples up. Not one will drop. ولا وحدة رح توقع. صار عندهم 8. 8 and we can skate. فيهم يتزحلقوا. Look now, we can skate with 8. But I can do 9. أنا في حط 9, في حط 9. And hop, وفي بنفس الوقت نط. And drink, واشرب. You cannot do this, I think. انتو ما فيكن تعملوا هالشي, أنا بفتكر. فإذن في نط وفي يشرب وفي حط على راسه كم وحدة؟ 9. 9. We can do it too. See here, we are as good as you. فينا نعملها ونحن شاطرين قدك. طلع شو عملوا. They are drinking, they are hopping. عم بينطوا وعندهم كمان على راسهم 9. We all are very good, I think. نحن كلنا منيح أنا بعتقد. With 9, we all can hop and drink. مع 9 على راسنا فينا كلنا ننط ونشرب. 9 is very good. But then, come on, and we will make it 10. خلونا نجرب نعملون 10. نحط 10. Look, 10 apples up on top. Look, طلعوا 10 apples, 10 تفاحات up on top. We are not going to let them drop. نحنا ما رح نخليهم يوقعوا. كم أبل عندهم؟ طلعوا let's count them. خلينا نعدهم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. صار عندهم 10 كل واحد on top. Look out, look out, I see a mop. انتبهوا انتبهوا منيح. خرب له نيهون. شو صار بالتفاحات؟ I will make the apples fall. رح خلي التفاحات يوقعوا. خلي لهم التفاحات يوقعوا عن راسهم. Get out, get out you. One and all. طلعوا لبرا, طلعوا لبرا. انتو كلكن. Come on, come on. Come down this hole. انزلوا. We must not let our apples fall. صاروا يجربوا ينزلوا on the stairs على الدرج حتى ما يخليهم يوقع لهم التفاحات. Out of our way, we cannot stop. We cannot let our apples drop. بعده من طريقنا ما فينا نوقف. We cannot let, ما رح نسمح our apples drop. يوقعوا الابلز تبعنا. This is not good. What will we do? اجوا البيردز حتى ياخذوا لهم الابلز. This is not good. هيدا شيء مش منيح. What will we do? شو رح نعمل؟ They want to get our apples too. كمان البيردز بدهم ياخذوا لهم الابلز تبعهم. They will get them if we let them. رح ياخذوهم اذا سمحنا لهم. Come, we cannot let them get them. عشلو ما فينا نخليهم ياخذوهم. في عنا get them, let them. They rhyme together. Look out, the mop, the mop, the mop. انتبهوا. اجا الموب واجوا البيردز. You cannot stop our apple fun. Our apples will not drop. Not one. هجموهم لقطوا هيدي الامبريلا وصاروا يحموا حالهم. قالوا لهم ما رح تخلوا الابلز يوقعوا. You cannot stop our apple fun. ما رح تخلونا نوقف المرح تبعنا مع الابلز مع التفاح. Our apples will not drop, not one. تفاح ما رح يوقعوا ولا حتى وحدة. Come on, come on, come on, come all. Come one, come all. We have to make the apples fall. إجوا البيردز والموب بدهم يوقعوا لهم الابلز وصاروا يركضوا ويهربوا منهم. They must not get our apples down.
ما لازم نخليهم يوقعوا الأبلز. كمان كمان get out of town، خلينا نخرج من المدينة. Apples apples up on top، all of this must stop stop. صاروا يلحقون ويلحقون، بدهم إياهم يوقعوا لهم الأبلز. أول كل رح يقدروا يوقعوا لهم الأبلز؟ ما بعرف، مرت الجاي رح نكمل قصتنا ونشوف إذا رح يقدروا يوقعوا الأبلز. هلأ خلينا نعمل مراجعة سريعة قبل ما نختم حلقتنا على أيام الأسبوع. تتذكروا the days of the week؟ منبلش بـ Monday الاثنين، Tuesday الثلاثاء، Wednesday الأربعاء، Thursday الخميس، Friday الجمعة، Saturday السبت، Sunday الأحد. أما أشهر السنة فكم شهر عنا؟ 12، January February March April May June July August September October November and December. أصدقائي تمرنوا منيح على كل شيء درسناه اليوم. ما تنسوا the king the queen the prince the princess. The prince and the princess they are the children of the king and the queen، هن أولاد الملك والملكة. دربوا على كل شيء درسناه. أنا كتير مبسوطة منكم لأنه عم تدرسوا منيح وعم تتقدموا. هلأ أنا بدي ودعكم وبشوفكم بالحلقة المقبلة. باي. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. I am back to school, I am back to school. We write, we read, we share and eat. We paint, we draw, we play jigsaw. I love my teacher, I love my school. I love my teacher, I love my school. أصدقائي بحصتنا لليوم من برنامج مدرستي. هيدي حصة العلوم، أنا شمس بعلمكن رياضيات والعلوم. ومثل ما بتعرفوا بهيدا الحصة في عندنا أشياء كتير مهمة بنتعلمها بتساعدنا إنه نتعرف على العالم من حولنا يلي خصو بالإنسان بالحيوان وبالنبات وبالطبيعة وبكل شيء تاني من حولنا. كمان مرة بدي أذكركم تجيبوا دفتركم والقلم وتكتبوا المعلومات لأنها كتير مهمة ورح تكونوا عم تحفظوها منيح ورح تساعدكم بالأيام يلي جاية. بالبداية خلينا نشوف سوا تقرير كتير حلو، من بعده رح نباشر بدرس العلوم لليوم. Eyes are very important to us. We see with our eyes. They show us the world. Look, can you see this red flower? Can you see this yellow bee? Can you see the river behind the house? Good. Eyes show us also how others are feeling. You can tell by looking at someone's eyes whether they are happy, sad, or angry. Because eyes are so precious, we need to take care of them. 1. Wear sunglasses and hats on sunny days. 2. Tell your parents if you can't see clearly. 3. Do not wear your friend's glasses. 4. Turn on lights when it's getting dark. 5. Do not get close to TV and computer. Reading, writing, using a computer, watching TV, or staring at a video game can all make your eyes feel dry and tired.
You can help your eyes by exercising them. Every 20 minutes, let your eyes take a break. 1. Close your eyes. 2. Look to the left. 3. Then, look to the right with your eyes closed. 4. Then, look up and down with your eyes closed. Remember to move your eyes slowly. Do this on a daily basis. And remember, the main purpose of the eyes is to allow us to see. Take good care of them. وهلا مثل ما وعدتكم رح نبدا بدرس العلوم لليوم. اليوم رح نحكي عن الحواس. مش كلهم، اول شيء رح اقول لكم انه نحن في عنا 5 حواس، 5 senses نحن بنستخدمهم. يلي هن بنقدر نحس فيهم ونتفاعل مع المكان اللي نحن موجودين فيه ومع المحيط تبعنا. واحدة منهم هي إنه منسمع الأصوات، منشوف الأشياء، منلمس الأغراض، مندوق، وأكيد كمان في أشياء رح نحكي عنها تفاصيل أكتر، بس اليوم رح نحكي عن حاسة واحدة هي حاسة النظر. أكيد ما بننسى الشم وإشياء كتير رح نحكي عنها بالحساس اللاحقة. بدي إياكم تكونوا متابعين. اليوم رح نحكي عن النظر. نحن منشوف بعيوننا. Our eyes. The 5 senses هن الحواس الخمس، وأول sense هي to see with my eyes. رح أكتب الجملة على اللوح. I see with my eyes. يعني أنا أرى بعيني. 2. كم عين نحن عنا؟ 2. واحدة 2. وين بيكونوا موجودين عيوننا؟ أكيد بوجهنا. رح فرجيكم على الصورة هون. هن بيجوا يعني من فوق الأنف تبعنا. شفتوا وين عيوننا؟ أنتوا بتعرفوا، شوفوا، مسكوا عيونكم وشوفوا وين بيجوا. بيكون راسنا، الشعرات، شعرنا، بعدين الجبين، الحواجب، وبعدين عيوننا. هون بيكونوا تقريبا في وسط الوجه، في وسط الوجه تقريبا، يعني مش كتير كتير في الوسط، بس منهم فوق ومنهم هون تحت، هن بمكان معين في وسط وجهنا. شفتوا وين؟ عيوننا كتير مهمين، لأنه من خلالهم نحن بنقدر إنه نشوف العالم اللي من حولنا. وربنا عطانا عيون حتى نتطلع ونشوف الألوان والطبيعة، وعطانا كمان عينتين حتى نقدر مثلا نشوف الأزهار الجميلة والفراشات. وفي أشخاص بيحتاجوا إنه يلبسوا نظارة لحتى يشوفوا بشكل أفضل. فأنتوا بالحالتين إذا كنتوا بتشوفوا مع نظارة أو بلا نظارة، عيوننا كتير مهمين ولازم ننتبه لهم. طلعوا هلأ من حولكم، شو هو اللون المفضل عندكم؟ فكروا كتير منيح وشوفوا إذا هو موجود بالغرفة اللي أنتوا قاعدين فيها. مثلاً اللون المفضل عند حدا منكم يمكن يكون الأزرق. طلعوا هون بالصف عنا، في اللون الأزرق؟ نعم أكيد، الطبقات لونهم أزرق، الحيط لونه أزرق، بلو. يعني نحن بعيوننا بنقدر نشوف اللون المفضل تبعنا. يمكن حدا اللون المفضل عنده هو الأحمر. في أحمر هون؟ نعم، الكتاب لونه أحمر، ريد. فإذا عيوننا كتير مهمين، بيخلونا إنه نقدر نشوف الأشياء الحلوة والألوان والأشكال يلي هي من حولنا. بدي أخبركم معلومة كتير 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 مهمة، ركزوا كتير منيح. دايما المسافة لما نكون عم نرسم وجه مثلا، في مرات بنحط عين هيك بعيدة هون وعين بعيدة هون، بس حتى تعرفوا وين لازم نحط العيون، دايما المسافة اللي موجودة بين العينتين هي بحجم عين. يعني قيسوا عينكم كأنه في عين تالتة هون بالنص وبعدين عيننا. منشان هيك لما نرسم وجه
ما فينا نحط عين هون وعين هون بعيد كتير عن بعض. ما بنعمل هيك. لما نرسم وجه بنحط عين وبعدين تقريبا هون مسافة عين وبنرجع بنحط العين الثانية. اتفقنا؟ يعني هون بالنص بين العينتين في حجم عين وحده. هيدي دائما لازم تعرفوها وتتذكروها خاصه انتوا عم ترسموا الوجوه. لكن خلينا نتذكر دائما قديش مهمين عيوننا، وعيوننا كمان فيهم دموع. هيدي الدموع بتنظف عيوننا اذا فاتت شي غبره او اذا فات شي وسخ على عيننا. بتشوفوا كمان انه الجفون بتسكر وبتفتح حتى تضل عم تنظف عيننا وتحميها من دخول اي جسم غريب عليها لحتى تضل عيننا منيحه ونقدر نشوف فيها. كرمال هيك بدنا ننتبه، وهلا بخلال حصتنا لليوم رح نتعلم اكثر كيف ممكن نعتني بعيوننا. وهلا بدي اياكم تكتبوا هالمعلومات وتضلكم منتبهين لنشوف شو رح نتعلم بالفقره اللي جايه. عم نكمل ونحكي عن عيوننا وحاسة النظر. I can see with my eyes. أنا بشوف بعيوني. هلأ بدي إياكم تفكروا إنه نحنا مرات هيك بنمرق بمشاعر مختلفة. مثلاً منعصب كتير، شو بيصير بعيوننا؟ بيتغيروا. منفرح ومنضحك ومننبسط، عيوننا بيتغيروا. منخاف، عيوننا كمان بيتغيروا. يعني عيوننا على وجهنا بيتفاعلوا مع الاحساس اللي نحن عم نحسه. مرات كثير نحن بنبكي لما نحزن تنزل دموعنا. بتعرفوا ليش؟ لانه هيدا الدموع بتخلينا نرتاح لما نبكي. انا مره عملت دراسه عن الدموع وعرفت انه الدموع الله خلقنا اياهم حتى نعبر فيهم عن شيء كثير 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 مضايقنا، وبيطلع الاشياء اللي منا نظيفه من العين، وكمان بذات الوقت بخلينا نرتاح. الدموع بتخلينا نرتاح. فعيوننا كثير مهمين، بيعبروا عن المشاعر اللي نحن عم نمرق فيها. مثلا شوفوا هيدا الصوره، هيدا الوجه مندهش مثلا، شايف شيء كثير 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 اندهش لما شافه. شوفوا كيف عيونه عبروا كمان مع تفاعلوا مع الامر يلي عم بيصير حده. عيوننا بتتفاعل. رح فرجيكم بعض العيون. مثلا اذا طلعتوا على اوكي هيدي العيون هون، اذا بتطلعوا رح تشوفوا هودي العيون كانه حدا شو فرحان، كأنه حدا غضبان، صح؟ كأنه حدا كتير كتير معصب، مظبوط، أو هيك يعني عم بفكر. شوفوا هيدا الوجه، شوفوا العيون كيف بتعبر عن المشاعر يلي نحنا بنمرق فيها. أو مثل آخر، هيدا الشخص مثلا شو عم بحس؟ طلعوا على عيونه، عم بفكر؟ مرتاح؟ مسترخي؟ لا، اكيد لا. هيدا شخص عنده يمكن هيك حقد او معصب كثير غضبان، وبده يعمل ردة فعل قوية. لما نطلع على عيونه يمكن نحن جايين نحكيه، بنكون بنشوف عيونه انه هو هيك معصب، بنوقف وبنفهم انه هو عم بحس هلا بمشاعر غضب. وفعلا هيدا هو الوجه، شوفوا كيف العيون بتعبر عن نحنا شو منكون حاسين. إذا طلعنا بهودي العيون رح نشوف حدا نايم. معقول نجي نتحدث معه وهو نايم؟ لما نسكر عيوننا ونكون نايمين يعني خلص نحنا مش موجودين، كأنه هون ونحنا نعسانين أو نايمين فعلا. كمان في عنا مثال هون، إذا شفنا هودا العيون رح نعرف إنه هو شخص فرحان،
عادي هيك مبتسم مثل هيدا الوجه. واخر شيء شوفوا هيدول العيون، شو بتشوفوا؟ مثلا وجه حزين او قلق، وريد ساد فيس، او مثلا كمان يعني هيك مثل نقز، يعني كانه هو في صدمه صارت قدامه فعبر بهيدا الشكل. عيوننا بتعبر عن الاشياء اللي نحن بنكون عم نحس فيها، وفينا نعرف من خلالهم نحن بشو عم نمرق او شو عم بيصير من حدنا. يعني اذا اجى حدا هيك وجهه رح اعرف انه هو جاي من مكان في خطر وبقدر اركض لعنده وساعده. اذا بشوف في حدا جاي عم يبكي رح اعرف انه هيدا الشخص بحاجه لمساعده ولازم اركض لعنده حتى ساعده. طلعوا منيح على رفقاتكم واخواتكم واهلكم لما تشوفون، تشوفوا وجههم وتشوفوا عيونهم. اذا حسيتوا انه هن بحاجه لمساعده اركضوا وساعدوهم، قولوا لهم انه نحن بنحبكم ونحن حدكم، ما تخافوا. وهلا رح ننتقل سوا لنشوف شو في عنا بالفقره اللي جايه. وكمان مره رح نكمل بفقرتنا الجديده بحصتنا لليوم. هلا رح نشوف سوا كيف ممكن نعتني بعيوننا، لانه اذا ما انتبهنا لهم ممكن يفوت جراثيم عليهم ويصير في امراض بعيوننا، او حتى ممكن لدرجه انه نخسر النظر تبعنا. وتخيلوا انه هيدا شيء كثير 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 خطر، يعني مش لازم نوصل له ابدا. كرمال هيك بدنا نهتم بعيوننا ونعتني فيهم. رح خبركن بعض الطرق يلي بتساعدنا انه ننتبه ونعتني بعيوننا. اول شيء، اذا كنت انا عندي ضعف نظر وحاسه حالي انه ما عم شوف كثير منيح، افضل قلن لاهلي انه انا ما عم شوف، بياخذوني على اقرب مكان في طبيب عيون وهو بيقول لي انه لازم حط نظارات او جلاسز بنسميهم باللغه الانجليزيه. فاذا انا حاسه انه مش عم شوف كثير منيح، مغبش او عن بعيد او عن قريب، بخبر اهلي وبياخذوني على اقرب مكان يكون في طبيب يساعدني انه يصير عندي نظارات اقدر احطهم وشوف بشكل افضل. بس بدي انتبه كثير 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 منيح. شغله ثانيه مهمه تنتبه لعيوني، انه ما فيني استعمل نظارات شخص اخر. يعني اذا اختي عندها نظارات جلاسز، ما فيني اخذ النظارات تبع اختي واحطهم، لانه رح ياذوا لي عيوني، لانه انا عيوني غير عيونها، والمشكله اللي عندي اياها غير المشكله اللي هي عندها اياها. اذا مش بس اختي، اذا جده، الماما، جارنا، او اذا لقيت نظارات على الارض، مش لازم اخذهم واحطهم من دون ما استشير الطبيب، لانه ممكن ياذوا لي عيوني. فاذا انتو اذا كنتوا ما عم تشوفوا منيح، لازم تجيبوا نظارات خاصه فيكن. اتفقنا؟ عظيم. كمان لحتى نعتني بعيوننا مش لازم ابدا نقعد كثير قريبين على التي في، على جهاز التلفاز اذا بدكم، او يلي بنحضر عليه، مش لازم نقرب كثير ونقعد هيك ونتفرج، لانه لما نقعد كثير قريبين هيدا الشيء رح يضاعف عضلات عيوننا ورح يخليهم يتراجعوا ويضعفوا، ما بنكون اعتنينا فيهم. اذا بدنا نحضر دائما لازم نقعد ونتفرج على جهاز التلفزه من مسافه بعيده شوي، ما بنكون كثير قريبين. ومش لازم كمان نقضي وقت طويل عم نتفرج على التلفزيون. ليش؟ لانه اذا بنقعد وقت طويل كثير عم نتفرج على التلفزيون رح تنقز عيوننا، بنكون نحن مش عم نحركهم وكل الوقت مركزين تنشوف الالوان وتنشوف الاشياء، وبالتالي نحن بنكون عم نضر عيوننا مش عم نفيدهم. كمان مش بس جهاز التلفزة يلي عنا اياه، او التي في تلفزيون، كمان الكمبيوتر او الحاسوب يلي عنا اياه بالبيت، الكمبيوتر مش لازم نقعد قدامه كثير هيك ونقربه، لانه بيأذي لنا عيوننا. وكمان مش لازم نصرف وقت كثير طويل نحن وقاعدين قدامه. هول الاشياء بتخلينا نحافظ على عيوننا.
إذا كانت إيدي وسخة عفواً، إذا إيدي متسخة منا نظيفة وحطيتها على عيني ممكن تجيب الأمراض والجراثيم بتفوت على قلب عيني، بصير عندي التهاب أو أمراض، بهالطريقة بكون زيت حالي. لازم دايماً خلي إيدي نضاف، وأفضل إذا فيني ما حط إيدي على عيني لأنه ما بدي أنقل ميكروبات على عيوني. وكمان مش بس هيك، مرات نحنا مش بس منحط إيدنا، نحنا مرات من هيك منصير نفرك عيوننا، منصير نفركن بالإيدتين أو منصير نفركن مثلاً يعني هيك نحط عليهم مثل ضغط بإيدنا. هذا الشيء أبداً ما بيساعد عيوننا، هذا الشيء بتعبهم وبضعفهم وما منكون عم نحافظ عليهم. وإذا بدنا عن جد عيوننا يكونوا مرتاحين ونحافظ عليهم منيح، لازم ناخد ساعات كافية من النوم، يعني لازم ننام على القليلة 7-8 ساعات أو أكثر إذا بدكن بالليل حتى نكون مرتاحين. 8 ساعات بيساعدونا إنه نقوم نشيطين وعيوننا يكونوا مرتاحين. إذا منسهر كتير 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 متأخر بالليل وما مننام بكير ومنفيق الصبح تعبانين ومنلاقي إنه عيوننا ما عم بيخلونا نشوف منيح أو تعبانين ونعسانين وعم بيسكروا لأنه نحنا ما أخذنا الساعات الكافية من النوم. وآخر شي بدي قلكن إياه تتحافظوا على عيونكن، ما لازم أبداً نحمل أدوات أدوات حادة، يعني ممكن تأذينا، مصنوعة من معادن وحديد وبتكون كمان مروسة، سكين مثلاً أو هيدي الأشياء اللي نحنا بنلعب فيها أو منشوف حدا عم يلعب فيها، الحدة اللي بيستعملوها أهلنا أو حتى المقص، مش لازم نحملهم أبداً لأنه ممكن بالغلط نحنا وعم نلعب أو نحنا ومسكينهم يفوتوا بعيننا، بهيدي الحالة نحنا منكون فقدنا عيوننا وفقدنا النظر وهيدا خطر كتير 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 كبير. فإذا كل هيدي المواد الحادة لازم اتجنبها وما خليها أبداً، امسكها بإيدي ما خليها تكون معي لحتى ما أأذي حالي. وأكيد إذا أنا ماشي مثلاً وفي غصن شجرة ما بيجي هيك وبفوت فيه، بنتبه بزيح كرمال عيني. إذا عم بلعب بالطابة بنتبه إنه ما تفوت بعيني، بأي شيء أنا عم بتسلى بنتبه كتير على عيوني. انتبهوا على عيونكم واكتبوا هالإشي عندكم حتى ما تنسون أبداً وطبقون بكل يوم جديد. وهلأ خليكن معنا لنكون مع الفقرة اللي جاية. وصلنا لآخر فقرة بحصتنا لليوم. بهذه الفقرة رح نعمل مراجعة، والسؤال بيقول Circle the right behavior، يعني ضع دائرة حول التصرف السليم. خلينا نشوفهم مع بعض. هون لازم أقعد كتير قريبة من التلفزيون، هل هذا تصرف سليم؟ كلا، لكن ما رح حط دائرة من حولها. هون لازم حط إيدي على عيوني وشد عليهم كتير 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 وإفركن، هل هذا تصرف سليم؟ أكيد لا، مش لازم أعمل هذا الشيء، فما رح حط دائرة حول هيدا الصورة. بهيدا الصورة لازم نام كل يوم 8 ساعات، هل هذا تصرف سليم؟ أكيد لازم نام 8 ساعات لحتى ريح عيوني، ورح حط دائرة حول هيدي الصورة. بهيدي الصورة لازم ألبس نظارات غيري، صح؟ كلا، أكيد لا، لازم ألبس نظارات خاصة فيي بيوصف لي إياها الطبيب، صح؟ نعم، تصرف سليم. ونسيت قلكن إنه لما يكون في شمس جربوا حطوا نظارات شمسية على عيونكن حتى تحموا عيونكن من أشعة الشمس. وآخر شي في عنا صورة مقص، يعني أنا لازم أحمل المقص وألعب فيه، هل هذا تصرف سليم؟ كلا، أكيد لا، لأنه المقص يمكن هيك بالغلط يفلت من إيدي أو يمكن أنا زيح راسي أو يجي شي ويأذيني، يأذيلي عيوني، مش بس عيوني، يمكن يأذيلي أي
مكان من جسم ايدي كتفي، انتبه ما احمل المقص ابدا لانه هو اداه حاده ممكن تاذيني. ما رح حط دائره، تذكروا كثير منيح لازم نعتني بعيوننا، لازم ننام منيح، نلبس نظارات المناسبه، ما نقعد قريبين من التلفزيون، وننتبه على عيوننا لانهم كثير مهمين. خلينا هلا نكون كمان مره مع تقرير، ومن بعده بتكون خلصت حصتنا لليوم. برجع بلتقي فيكم بحصه جديده. باي. Eyes are very important to us. We see with our eyes. They show us the world. Look, can you see this red flower? Can you see this yellow bee? Can you see the river behind the house? Good. Eyes show us also how others are feeling. You can tell by looking at someone's eyes whether they are happy, sad, or angry. Because eyes are so precious, we need to take care of them. 1. Wear sunglasses and hats on sunny days. 2. Tell your parents if you can't see clearly. 3. Do not wear your friend's glasses. 4. Turn on lights when it's getting dark. 5. Do not get close to TV and computer. Reading, writing, using a computer, watching TV, or staring at a video game can all make your eyes feel dry and tired. You can help your eyes by exercising them. Every 20 minutes, let your eyes take a break. 1. Close your eyes. 2. Look to the left. 3. Then, look to the right with your eyes closed. 4. Then, look up and down with your eyes closed. Remember to move your eyes slowly. Do this on a daily basis. And remember, the main purpose of the eyes is to allow us to see. Take good care of them.